تم تخصيص الجلسة المسائية اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي لمناقشة بيان الحكومة اللي قدمه صباح الرئيس للحكومة حمد الجبالي. ورغم أهمية الأرقام فإن التدخلات محورت حول مسائل أخرى على غرار حياد الإدارة وتحييد المساجد كما تغات عليها شيء من الطرافة من ذلك تدخل النائب أحمد الخسخوسي مثلا كما ترك تدخل النائب محمود قويعة عن حركة النهضة أثر إيجابي خاصة وأن وجه لوم لرئيس الحكومة اللي ما اعتمدش سياسة الانفتاح على الأحزاب السياسية والنخب والمجتمع المدني. دوج عوادني. الأرقام مهمة وهي أساس كل ميزانية، ولكن أنا فقط حبيت أن نشير أن ثم حاجة مهمة كذلك ما تقلش أهمية عن الأرقام، هي مناخات في هذه الأرقام والمشتبق في هذه الأرقام، خاصة احنا في وضع انتقادي. التواصل بين الفاعلين السياسيين في البلاد حاجة مهمة جدا. أنا قدرت رئاسة الحكومة قد تكون قصرت في هذا المجال وما تواصلش كما ينبغي مع الفاعلين السياسيين، هذا مما يشكل أو يوجد أحيانا بعض الحالة من الاحتقان ومن عدم الفهم. بيان اللي أدى به السيد رئيس الحكومة وبيان عام ما عطاش معناها مقترحات عملية. المعطيات اللي عطاها حول ميزانية 2012 معناها ماهيش دقيقة وما عطاش معناها أرقام دقيقة وهذا باش نطلعوا بها تو في ميزانية 2012. الكلام من الناحية النظرية كلام فيه إيجابيات كثيرة. مسألة حياد الإدارة مطلوبة، مسألة حل الميليشيات مطلوبة، مسألة حياد المساجد مطلوبة، لكن هل سيتحقق هذا؟ وعبرت على ذلك بقولي زعمة يا سي حمادي تحلوا الميليشيات وتحملوا مسؤوليتكم وتطبقوا القانون. استغربت كيفاش الحكومة مش تستورد 20,000 يعني تريسيكل مش توفر على حسب ما يقولوا 30,000 موتور شغل. استغربت أول حاجة من ناحية أنه مش يهبط المستوى يعني بالنسبة للمعيشة في تونس تولي شبيهة بالبلدان الفقيرة كيما الهند وغيرها، وهذا نعتبره معناها ماهوش وقته. وثاني حاجة مستغرب كيفاش معناها ثم مستثمر تونسي مدة 4 أشهر قام معناها قدم معناها دوسي باش يصنع التريسيكل هذوما في تونس وقع رفض البلف نتاعو. اتمنى ان لا يكون خطاب تسويقي يعني يضمحل بخروجه من تحت هذه القبه. بالنسبه للميزانيه يعني بالنسبه لنا صرح بانها ميزانيه توسع، بالنسبه لنا هي ميزانيه تقشف، والدليل ان يعني هناك لاحظنا تراجع كبير في ميزانيه التنميه بحوالي 900,000 دولار.